كل مواطنات الى جميع مناضلي ومناضلات المغرب، الى كل تنسيقيات حركة 20 فبراير في المغرب. طبيعة الحال اسابيع معدودة تفصلنا عن 20 فبراير 2013، اسابيع معدودة تفصلنا عن 20 فبراير 2013، والمؤشرات اللي كاينة كاملة في المغرب كتدل بانه الوضع غادي يزداد كارثية، حيت كاين البؤس وكاين الفقر وكاين الحرمان وكاين بطالة جماهيرية. وطبيعة الحال الدولة المغربية الرد ديالها ما كيكون الا بالقمع وبالاعتقالات وبالمتابعات وبتلفيق ديال التهم. وطبيعة الحال احنا كمغاربة احرار، كمغاربة احرار في ربوع هذا المغرب وفيما كنا، عينا من هذا الوضع وملينا من هذه الحكومات ومن السياسات ديالها. الشعب المغربي خرج نهار 20 فبراير وقال كفى من الظلم، كفى من الرشوة ومن الفساد ومن الحكرة ومن الاستبداد. طبيعة الحال المشاكل نعيها وما تكروها ما كتساليش، والحكومة عيتنا بالوعود الزائفة، عيتنا بالكذوب وعيتنا بالشعارات. راهم النقابيين في ورزازات تقمعوا، وراهم المعطلين بالمئات وبالالاف كياكلوا العصا قدامكم في الشارع يوميا. وهاد العمارات وهاد الشيء كاين هنا كيشهد. حتى لمتى ولا الشعب؟ الى متى سنظل صامتين؟ والى متى غادي نبقاو نشوفوا في هذا الوضع وكنقولوا هذا الشيء اللي عطى الله؟ لا، هذا الشيء هو اللي تفرض علينا، حيت هاد الناس اللي حاكميننا ما بغاوش يزيدوا لقدام. ما عندناش عندنا حقوق وما عندناش عندنا حريات. واليوم بحال البارح لم يتغير شيء، ما كاين لا دستور جديد، ما كاين لا حكومه جديده، ما كاين لا بالكيران لا يديك لا يخليك، كاينه نفس الوضعيه. كاين الفقر وكاين التهميش. المواطنين اللي في هذا الشارع واللي كيجيو لهاد الشارع كيشهدوا يوميا كاينه العصايه، ويوميا كاين القمع، ويوميا كاين المتابعات. المناضلين ديال 20 فبراير كيطلقوا عليهم التهم ديال الحشيش وديال التهريب وديال الضرب والجرح. اليوم حنا عندنا شرفاء، ما عندناش مهربين وما عندناش الحشيشيه، عندنا مناضلين غيورين. واليوم كنقولوا فلنشعل من 20 فبراير 2013 محطة لانطلاقة جديدة نحو نطاق جديد، نحو مغرب آخر ممكن. كل شيء ممكن المواطنين، اليوم كل شيء ممكن. وبطبيعة الحال المغاربة كلهم كيتحرقوا في هذه البلاد، كيتحرقوا بالأسعار، كيتحرقوا بالبطالة، كيتحرقوا بالرشوة، وكيتحرقوا بالمشاكل اللي كنعيشوها واللي مفروضة علينا. كما قلت باش ما نطولوش على المناضلين، 20 فبراير 2013 محطة الانطلاقة الجديدة، وهذه دعوة موجهة لكل التنسيقيات ديال 20 فبراير فيما كانوا، كل حركات الاحتجاجية، كل حركات المعطلين. 20 فبراير 2013 نسخة جديدة للانطلاقة، نسخة جديدة للنضال. وطبيعة الحال ما ضاع حقا وراءه مطالب، فلنتوحد جميعا ضد الفساد وضد الاستبداد. وتحية نضالية.